خبير المال والاعمال هاشم الفحماوي بينضم لنا من العاصمه الاردنيه عمان عشان يجاوب على السؤالين دول. نقدر نوصف مسار البورصه المصريه في 10 سنوات ازاي؟ ايه العنوان الابرز اللي لما جهات التصنيف العالميه وبنوك الاستثمار العالميه تحب تعنون تقرير عن البورصه المصريه في 10 سنين تقوله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أستاذ محمد محي، بالنسبة للبورصة المصرية إذا تكلمنا من عام 2014 حدودا، من هذا العام 2014 القيمة السوقية في نقاط ما بين الإيجابية وبين السلبية، أداء البورصة المصرية كان إيجابي وأكثر من ممتاز، لكن هنالك نقطة خلاف جوهرية. كأنا كمحلل اقتصادي وكمحلل خبير أسواق المال أحسبها من الجوانب السلبية على أسعار الصرف، راح أعطيكم بالأرقام نتحدث الحقيقية. في نهاية عام 2014 كانت القيمة السوقية للبورصة المصرية 500 مليار جنيه بقيمة 70 مليار دولار، وكان سعر الصرف يتداول ما بين 7.10 و7.15. نهاية عام 2023 القيمة السوقية البورصة المصرية بلغت تقريبا 1.72 تريليون جنيه، أي بحوالي ما يعادل 55.6 يعني تتكلم 55.6 مليار دولار في نهاية عام 2023. انظر إلى الفرق، الخلاف المالي أو الخلاف الجوهري في هذه النقطة. انت بتتكلم في نهايه عام 2024 عندما ارتطم المؤشر الاي جي اكس 30 في حاجز 5523، حينها كانت القيمه السوقيه 70 مليار دولار، انا عندي القيمه السوقيه اليوم في نهايه عام 2023 55.6 مليار، انا فقدت هنا من القيمه السوقيه. اذا لو حسبنا القيمه السوقيه على عام 2014، لو حسبنا القيمة السوقية، خلينا ناخذ 70 مليار دولار، القيمة السوقية تبعت 2014 ضربناها بسعر الصرف اليوم على 48، معناته أنا المفروض عندي القيمة السوقية تكون 3.36 تريليون جنيه، ما بين أنت القيمة السوقية عندك في عام 2023 1.811 تريليون. إذا أنا هنا سجلت حقيقة هنالك فرق سعري ما بين القيمة السوقية في عام 2014 عندما كان الحاجز يتداول لسعر الدولار 7.15 وبين فرق 48. لو حسبنا قيمة الصرف، سعر الصرف من عام 2014 من 70 مليار دولار على قاع المؤشر ال 30 5526، ماذا نستنتج؟ هناك الدلائل والحقائق والأرقام تتحدث. المؤشر ارتفع من عام 2014، نهاية عام 2014 عندما ارتطمنا في حاجز 5526، نحسب من هذا القاع 5526 إلى إغلاق سنوي، لا نقول 28300، خلينا نقول عند 28500 إغلاق سنوي في نهاية عام 2023. كم نسبة ارتفاع البورصة المصرية؟ 441%، نتكلم 450%، بينما سعر الدولار ارتفع قرابة 600%، ارتفع 600%. هنا نقطة جوهرية يجب على المفكر الاقتصادي والمستثمر الأجنبي بقرأ هذه الجوانب المالية حتى يتخذ قرار الاستثمار الحقيقي. أنا لما يكون عندي المؤشر ارتفع 441% وأنا عندي الدولار ارتفع 600%، إذا هنالك لديك عجز في البورصة المصرية من قيمتها الحقيقية 150%. ما أسباب عجز البورصة المصرية بتسجل 150%؟ إذا مؤشر الاي جي اكس 30 نتكلم من جوانب علمية مالية اقتصادية، إذا لو حسبنا القيمة الحقيقية للاي جي اكس 30 على 70 مليار دولار، لو حسبناها على 70 مليار دولار، إذا قيمة الاي جي اكس 30 مقسمة على سعر الصرف على سعر الإغلاق اللي هو نهاية عام 2023، سوف يظهر لك رقم 53370 إلى 53500. إذن هنالك قصور وتقصير من إدارة السوق والجهات الرقابية بخصوص البورصة المصرية، بخصوص عدم إضافة هذه الأدوات الحقيقية. لماذا لم يتم إضافة هذه الأدوات الحقيقية أستاذ محمد معي؟ لماذا البورصة المصرية
تتداول تحت قيمتها الحقيقية بنسبة 150%.